حبوب أعصاب غامضة في سجون إيران، أخطر مطلوب في إيطاليا بقبضة الشرطة، سكتات دماغية سببتها بعض لقاحات كورونا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. بعد فشل القمع في الشوارع، سلاح جديد شهرته السلطات الإيرانية في وجه المعارضين، لكن داخل السجون. الناشطة الطلابية الإيرانية ليلى حسين زادة التي أفرج عنها مؤقتا بكفالة مالية كشفت في سلسلة تغريدات على تويتر الحالة المأساوية للنساء في سجن شيراز. وقالت الناشطة إن الأمن يستخدم حبوب أعصاب غامضة للسجينات، وصفة ذلك بالجريمة المروعة، كما أن السجانين وفق ليلى حسين زادة يتركون السجينات المصابات بالتهاب الكبد دون اتخاذ أي إجراء طبي. إيران كانت حاضرة في إسرائيل اليوم خلال تنصيب رئيس الأركان 23 للجيش الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن إيران ستبقى التحدي الأكبر لإسرائيل وجيشها، فقد سربت تل أبيب أمس خبرا عن شرائها ذخائر خاصة لمهاجمة طهران. بحسب نتنياهو فإن إسرائيل نفذت عملية لا هوادة فيها لمنع إيران من ترسيخ نفسها في سوريا ومنع نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله في لبنان. وجد الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه في عين عاصفة جديدة أثارها في وجهه رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي. جيمس كومر طلب الحصول على سجلات زوار منزل بايدن في ولاية الدلاوير بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته. وقال رئيس لجنة الرقابة الذي ينتمي للحزب الجمهوري إنه من دون قائمة الأفراد الذين زاروا مقر إقامة الرئيس فلن يعرف الشعب الأمريكي مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية. بعد 30 عاما من الفرار، أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال الهارب رقم 1 في إيطاليا. هذا المطلوب هو زعيم المافيا المدان ماتيو ماسينا دينارو، والذي ضبطته السلطات في عيادة خاصة في باليرمو بجزيرة صقلية. ومنذ العقد الأول من القرن 21 ضاعفت الشرطة الإيطالية عمليات الاعتقال ومصادرة الممتلكات في محيطه في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاما لتؤتي ثمارها، أي أن هذا المطلوب يحظى بشبكة دعم ضخمة. لقاحات كورونا التي تعب العلماء في إقناع كثير من الناس بجدواها أخذت منحا آخر، فإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالاشتراك مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قالت إن هناك احتمالية لوجود صلة بين لقاحات كورونا لشركة فايزر والسكتات الدماغية عند البالغين 65 عاما فما فوق، إلا أن الدراسات الأخرى في البلدان الأخرى لم تجد تأثيرا مشابها، وبالتالي فإن الأمر وفق المحذرين أنفسهم يتطلب مزيدا من التحقيق، كما أن ذلك لا يمثل خطرا سريريا حقيقياً.